ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030، نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب جلسة نقاشية ضمن مجموعة الحلقات الشبابية التي يقيمها المجلس لتحفيز الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في أي جهة أو مؤسسة حكومية عملت على حس الإبداع والابتكار إلا وارتبطت بوجود عنصر الشباب. في معادلة طردية بات الشباب العامل الأساسي في منظومة العمل القادرة على التطور ومواكبة المستقبل. ومن ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 انطلقت جلسة شبابية نقاشية لتؤكد على أن الشباب هم الفئة الأقدر على لعب دور حيوي في ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الهدف من الحلقات الشبابية أن إحنا اليوم نلتقي في مكان واحد ونتناقش حول موضوع واحد، بوجود الشباب، بوجود صناع القرار، بوجود المؤسسات الحكومية والخاصة في مكان واحد لمدة قصيرة، ممكن ساعة أو ساعتين، نتناقش كيف نضع حلول وأجندة عمل. الهدف أن إحنا نختتم الحلقة بتوصيات ثم بأجندة عمل نشتغل عليها معا جميعا، فإن شاء الله تكون حلقة لها نتائج إيجابية، وإن شاء الله نفس هذه الحلقات تكون تفاعل مستدام مع الشباب، لأن اليوم صوت الشباب إذا وصل إلى صناع القرار وإذا تم تحويله إلى نتائج ملموسة نشوف أثرها الإيجابي علينا جميعا. طبعا احنا في الحلقة النقاشية اليوم بيتم طرح العديد من البرامج اللي تخدم أهداف التنمية المستدامة. في العديد من الشباب الموجودين بيتكلمون عن الصعوبات اللي تواجههم في هذا المجال، وبعدين في فترة ثانية بتكون في طرح حلول. ففي مجال يعني طرح هذه المشاكل والحلول اللي يعاني منها الشباب أو الحلول اللي ممكن يطرحونها الشباب في تواجد المسؤولين، وإن شاء الله يعني يكون في حوار مثمر بينهم. نماذج جميلة قدمتها مملكة البحرين في تمكين الشباب وفتح الحوار معهم والاهتمام بهم وكيفية توظيف قدراتهم في تحقيق أهداف المستقبل وكيفية الاستفادة من هذا النموذج الرائد للارتقاء بدور الشباب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن سعداء بمشاركة في هذه الجلسة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وسعداء أكثر لأنها حصلت بعد تقديم مملكة البحرين ودولة الإمارات للتقرير الطوعي الذي قدموه في نيويورك الأسبوع الماضي، الذي يتم استعراض فيه ما تم من إنجازات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الأجندة كلها، أجندة 2030، هي أجندة خاصة التركيز على الأهداف، ولكن أيضا التركيز على الشباب الذين هم المستفيدين الأولين من تحقيق هذه الأهداف. مدينة شباب 2030 وضمن تقدمها واشتغالاتها المهنية تشكل نموذجا استثنائيا يقارب في نمطه ما تسعى الرؤية الاقتصادية لتحقيقه، حيث تمكنت من إدماج 9 أهداف من أصل 17 هدفا يركز على روح المبادرة لدى الشباب في المشاريع الناشئة التي تخلق آثارا اجتماعية إيجابية وتسهم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.